لا إله إلا الله. خل على كل شيء. هاي الأطفال مين بقتلوا الأطفال؟ في غير أطفال بقتلوهم؟ ما فيش. هذول أبرياء الله عز وجل قتلوهم بأيدي نجسة. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا ناس امنين في بيوتنا. لما تلاقي البنادم امن في بيوته فجاه بتلاقي الكل لاقي فوق راسه، اي والله ظلم. يا اخي حضروا حضروا الناس في الاول قبل ما تعمل الشيء، وثاني شيء بدك اي شيء يا عم على قد الدار انت بدك اياها، ما تخصمش الدار كلها، المقيم كله. والله يا ابو انا شايف مش شايف حل سلمي انا. والله ما انا شايف حل سلمي. ونتمنى من الله يصير حل سلمي. كل بني ادم بتمنى يكون في حل سلمي. ونعيش بامان وسلام زي ما هو زي باقي البشر، ايش بيصير يعني؟ احنا مش بشر يعني من النبي ايش امان وسلام؟ يعني كل العالم عايش بامان وسلام الا احنا؟ احنا ناس بدنا امن وسلم. هل بندور عليه؟ مشكل البيت هذا امن يعني ملوش في اي نوع من انواع يعني السياسه، ما فيش في السياسه اصلا احنا. لا يفهم لغة الضرب والدمار والدم إلا اليهود، والأمريكان هم من يديرون هذه المعركة يا سيد العزيز. هم لا يعيرون أي اهتمام لا بحقوق الإنسان ولا بمجلس أمن، ولا يعيرون أي اهتمام. يضربون بعرض الحائط كل ما هو متعلق بالإنسانية والبشرية في العالم يا سيد العزيز. الأمريكان يقولون هم يضغطون على اليهود على الإسرائيليين، ولكن هذا كلام عاري عن الصحة. هذا كلام عاري. من يدير المعركة هم الأمريكان.